إن المحبة للوصي فريضة أعني أمير المؤمنين عليا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. قد كلف الله البرية كلها واختاره للمؤمنين ولي. نزف أسماء آيات التهاني والتبريكات يوم الغدير للغدير الأغر يقام لعنى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الغدير والعترة الطاهرة عليه السلام وإلى العلماء وإلى علي ليله الكون في الأيوب اليوم أكملت لكم يا نصري قال إله الكون في الأيوب اليوم أكملت لكم يا نصري حكم يقيني أقل أميني أقل يقيني لذكره صلى على محمد وآل محمد صدرت يوم الغدير علي العزيز الحكيم أن تزين السماء وأن تقام الأفراح علي هذه الليلة وجاء النداء أن يا محمد اليوم تمت نعمة بعد الرضايا وجمل الإسلام في آخر آية اليوم تمت نعمة بعد الرضايا وجمل الإسلام في آخر آية درب الهداية نور الولاية نور الولاية درب الهداية يوم الغدير يوم الغدير الله أمير أمير نادي علي يوم الغدير علي نادي أمير علي نادي علي مضحى العجائب فحكى القرآن يهديك اكتمالا تجده عونا كف الرسالة فحكى القرآن يهديك اكتمالا وارتفعت كفك في كف الرسالة كل هم وغم سيف العدالة سيف العدالة سيف البسالة بنبوتك يا الله يوم الغدير غديري بنبوتك يا محمد علي بولايتك يا علي يا علي بلغ العلا أخاك طه اليوم دون الكائنات وانتفك الله بنسل من قباك أخاك طه اليوم دون الكائنات وانتفك الله بنسل من قباك خير الهدى خير الحياة كشف الدجا خير القباك يوم الغدير صار أمير يوم الغدير صار أمير أمير علي يوم الغدير
قال رسول الله إذا ترك مولاه كنت مولاه فهذا اليوم مولاه. قال رسول الله إذا ترك مولاه كنت مولاه فهذا اليوم مولاه. بالدين أولى فعلا وقولا فعلا وقولا بالدين أولى يا علي يوم الغدير إن يحسدوك على علا فإنما المتساهل يوم الغدير في الدرجات يحسد من علا يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشان كفاكم من عظيم الشان أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له كل الشكر والتقدير للملا ناصر العضيد على هذه المشاركة العطرة نسأل الله أن يتقبل منه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي لو أن عبدا عبد الله عز وجل مثل ما قام نوح في قومه وكان له مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ومد في عمره حتى حج 1000 عام على قدميه ثم قتل بين الصفا والمروة مظلوما ولم يوالكه لم يشم رائحة الجنة ولم يدخلها صلوا على محمد وآل محمد أما في فضل اجتماعنا هذه الليلة يا موالين يا محبين يا شيعة أمير المؤمنين فقد قال إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه ومثل المؤمنين في قلوبهم ولاء أمير المؤمنين في يوم غدير خم كمثل الملائكة في سجودهم لآدم ومثل من أبى ولاية أمير المؤمنين في يوم غدير خم مثل إبليس صلوا على محمد وآل محمد أما الآن فمع الأهازيج العلوية ومع الصوت العذب مع خادم الحسين وخادم أمير المؤمنين مع الرادود وفقه الله الملا أحمد الباوي نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد أفلح من صلى على الرسول وعلى علي والبتول يا سامعين النظام اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين ليلة البركة ليلة الصلوات والتهليل ارفع صوتك بالصلوات صلوا على محمد إيه ما شاء الله الحمد لله على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الرب بولاية مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هنيئا لنا ولكم هذا العيد الأغر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في مثل هذه المناسبة هناك تحت قبته في النجف الأشرف إن شاء الله ببركة الصلوات على محمد وآل محمد بأعلى صوتكم بآل محمد عرف الصواب
بيأتهم نزل الكتاب وهم حجج الإلهية على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب ولا سيما أبا حسن علي له في الحشر مرتبة تغاب له في الحرب مرتبة تغاب هو الضحاك هو البكاء في المحراب ليلا هو الضحاك إذا اشتد الضراب علي الدور والذهب المصفى وباقي الناس كلهم تراب. مولاي ومولى الكون يا علي يا قاصدين لزمزم بقرابهم يا قاصدين لزمزم بقرابهم أنا للغري قصدت دون قرابي فصدحت بالصلوات وهي قويتي وتوقفت خطواتكم بالباب صلوات الثانية بأعلى أصواتكم على محبة أمير المؤمنين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب اللي عنده حاجة من المولى أمير المؤمنين أسمع صوت بالصلوات الثالثة بأعلى أعلى أعلى أصواتكم مولاي يا بديني أنا دين الوفا وقانع بديني أنا دين أنا دين الوفا وقانع بديني وريد الحيدر أوفي بديني ايش يسوي علي والله باكر باكر بالحشر ياخذ بديني ونطب للجنه يلا يهد دي صلوات هلا هلا علي وقلبي بغرامك وانت انت علي قلبي بغرامك انت وانت حنين وهاك اسمع وانت وانت علي انت وانت
صاحب خمسة بحياتي، من هما؟ انت وانت وعلي وحيدر علي حامية الحمية صلوات. وحبيبي العلي رب الكون من بيه وجل همي العلي كان، من بي تعال وشوف هذا القلب، من بي من بي إذا غيرك علي اعتيب علي صلوات. خادم من بي ان شاء الله حبيب العلي رب الكون من بي وجل همي العلي كان، من بي تعالوا شوف هذا القلب، من بي غيرك علي اعتيب علي. هيا 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 مال يا هيا مال هيا مال يلا وينك ولا ما لها البيت النبي الغاية ولا مال يا ولي يقول يا علي والله ولا ولا مال غير المرتضى حامل حمية صلوا على محمد وآل محمد. علي دلال ناداك شو تقول؟ علي مولا علي يا حيدر أهواك علي ارفع ايدك بيع ويا أمير المؤمنين الكل الكل ارفع ايدك منا لآخر المجلس الكل الكل بارك الله بيك. علي دلال ناداك علي مولا علي يا حيدر أهواك علي مولا علي دلال ناداك علي مولا علي يا حيدر أهواك علي مولا مالك ضميري حيدر أميري قولها مالك ضميري اي مالك ضميري اكو بعد كذا فقره وراي وليله عيد الغدير الليله اطلق العنان لهذه الحناجر لتصدح بحب مولاك امير المؤمنين لا تخجل وانت في ليله امير المؤمنين الكل خلي يصير الرواديد الليله علي دلال ناداك علي مولا علي يا حيدر أهواك علي مولا مالك ضميري حيدر اميري قولها مالك حيدر اميري مالك ضميري حيدر
الله وانا برحمها امي نبضي ندبك قلبي بعشق غازل يا الغالي قلبك بترابك انا يمكن خالقني ربك من امي من ابويا اكثر احبك انا كاتب على ضلوع علي مولا علي ما بدل ممنوع علي مولا مالك ضميري حيدر أمير قولها مالك ضميري بعد بعد مالك ضميري حيدر اسمع اتمنى انا بيان يا الغالي قلبي لاجلك وقف يصيرن باسمك يا ابو حسين حبك دمائي تمشي وسط الشرائين من قلبي لا ما تطلع الا بركعتين يا امير السماوات علي مولا علي يا احلى كلمات علي مولا يا امير السماوات علي مولا علي أحلى كلمات علي مولا مالك ضميري حيدر أميري مالك ضميري حيدر أميري قولوا مالك يا بسمة يا عذوبة بحروفك انت بآياتك الإلهك كون ملكت عرفني منه حدار كل من سألته جاوبني كلمة وحدة خليها سكتة علي بس الله يدريك علي مولا يا حبيبي يناديك علي مولا مالك ضميري حيدر أميري مالك ضميري لو قالوا اللي يحبك تاليت بالنار لو قالوا اللي يحبك تاليت بالنار اتشرف انا اول ادخل يا كرار اتشرف انا اول ادخل يا كرار ما اترك الولايه مهما علي صار حبك خلقني الله يا حامي الجار علي احلى التغاريد علي مولا علي غيرك فلا ريد علي مولا مالك ضميري حيدر أميري مالك ضميري إيه ومالك ضميري ما اسمع لصوت ثلاثة إيه مالك ضميري حيدر أفيه مالك ضميري حيدر يلا انخا وجرب نخوته علي عال انخا وجرب نخوته شوية 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 هذا مو مقتنع بالجواب لا أبد مقتنع أبد مو مقتنعين بالجواب ارفع ايدك ارفع ايدك ارفع ايدك قول يا علي قول يا علي قول يا علي انخا وجرب نخوته علي انخا وجرب نخوته عادل الكون بقوته او لان صوت يهتف بالسما علي او بس علي حماي الحما او لان صوت يهتف بالسما او بس علي حماي الحما او بس هو كفو الفاطمة هلا لاقت الزهرة الهبتة علي لاقت الزهرة الهبتة تشهد للصفين وبدر كرر وبدن ما يفر للدين بس هو الذخر هلا منكر وياه بحملته علي علي منكر وياه بحملته ألا منكر وياه بحملته لو غاص بصفوف الزلم كل الضياق متنهزم لو غاص بصفوف الزلم كل الضياق متنهزم غيرة البار برايته غيرة البار برايته ألا إن خاف جرب نخوته ألا إن خاف جرب نخوته
أو غيرة البار بغيرته، غيرة البار بغيرته، حسب الأمر، حسب الأمر. حتى إن شاء الله في مشاركات أخرى. من إمامكم؟ من إمامكم؟ من هو مولاك؟ من إمامكم؟ من سيدكم؟ من قائدكم؟ من الوصي الأول؟ الكل يقول علي علي مولا، علي علي مولا، علي علي مولا، علي 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 مولا، علي علي مولا، علي علي مولا، علي. وين صوتك؟ علي علي مولا علي. يلت عينك خص الواحد أحد، الله خصص حيدر تالي وبعد، والقال وبخن بخن يا أسد، غدارين وزرع وسم الحسد. يلا انت صلاتي، انت صلاتي، وانت صيامي، علي 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 مولا، علي علي مولا، علي علي مولا، علي دخيلك يا علي، احكي علي علي. لا علي 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 مولا، علي علي مولا، علي علي. يا ابو حسين لسان الحبكم هتف، قلب المؤمن يا والينا انشغف، كحل عيون الشيعة تراب النجف، كحل عيون الشيعة تراب النجف. انت حبيبي وانت طبيبي، علي 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 مولا، علي علي مولا، علي علي مولا، علي. قولها علي علي مولا، علي علي مولا، علي 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 مولا، علي علي علي. فكرك وياي، ذليل الروس إذا نزلت للأذناب، ذليل الروس إذا نزلت للأذناب، وقصير الإيد إذا تمتد للأجناب، صغير النخوة عند الباع رخيص، وكبير الكلمة عند اللي يسمع عتاب. مو كل من تريس قال أنا فلان أبد، ولا ثوب النجابة الغير لنجاب، فرق بين الوزن شعره بالميزان، وبين المايم الزداب والذاب، الزعامة الكرامة الإمامة الشهامة الفصاحة الشجاعة المروة الفتوة السيادة القيادة، ثوب وحوت فصل قدار، وبس لاقت الحيدر داحي الباب. وناشدوني آخر
الكلمات وأسألكم الدعاء. يقولون أنتم تقولون بأن الأئمة أفضل من الأنبياء ما عدا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتدعون بأن علي بن أبي طالب كذلك. زين، إذا كذلك ليش عيسى بن مريم حي يرزق وعلي مدفون برأيهم، وأن علي بن أبي طالب لازال هو مدفون، فالله يحب عيسى أكثر أخذ يمه وعلي مدفون. ناشدوني وقالوا بجملة حقود، انت قايل هالعبارة بمفخرة، حيدر افضل من جميع الانبياء ما عدا الهادي النبي سيد الورى. قلت قايلها واكررها واعيد، وقبلي قايل هالالهي وقرة، قالوا بعين الغضب فسر المقال، اذا عندك من دليل يا ترى، لو علي من عيسى افضل الله ليش رفع عيسى للسماء وقدره، وخلى حيدر علي بطيات التراب، السما شلون ويا التراب نفسره. هو السؤال. قلت له يا سائلي اسمع هالجواب، راح ارد عليك وعندي المقدره، يمك الميزان وتمعن وشوف، الله للحق والعدالة مصيرة، الله خلى بكفت عيسى النبي وكفت الثانية احتضنت حيدرة، ارتفعت الأولى الحمل فيها خفيف، ونزلت الثانية بحيدر للثرى. مولاي ومولى الكونين يا علي، مولاي ومولى الكونين يا علي. ومن رخصة أهل العلم ومن رخصة علماء الفيزياء وعلماء الكيمياء، يا علي العالم نيوتن كشف سر الجاذبية، صحيح؟ يا علي العالم نيوتن كشف سر الجاذبية وأثبت بقانون علمي الأرض تحمل هالمزية. خش جاذبة حبك يا حيدر بها أسرار الخفية، هالنظرة عن الجاذبة منقوصة تبقى وكاذبة، قلب الموالش يجذبه غير اسم حماي الحمية، الأيادي نحو السماء. يلا الأيادي اللي فوق، يلا أبويا. شي قول القلب دسمع يا حيدر، شي قول القلب دسمع يا حيدر، ألا باسم الله ورسوله هاك اخذ العهد، هاك دنيا واخرة وياك دنيا واخرة، باسم الله ورسوله، باسم الله ورسوله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الملا أحمد الباوي بالصلاة على محمد وآل محمد. ثانية غفر الله لكم. صل على محمد. على محبة علي الثالثة. صل على. من مستحبات أعمال الغدير المؤاخاة أن تصافح أخيك المؤمن وتقول هذه الكلمات، ارفعوا أيديكم وقولوا معي: وأخيتك في الله، وصافيتك في الله، وصافحتك في الله، وعاهدت الله وملائكته وكتبه ورسله وأنبياءه والأئمة المعصومين عليهم السلام،
على أني إن كنت من أهل الجنة والشفاعة وأذن لي بأن أدخل الجنة لا أدخلها إلا وأنت معي قبلت. صلوا على محمد وآل محمد. ثم يقول: أسقطت عنك جميع حقوق الأخوة ما خلا الشفاعة والدعاء والزيارة. صلوا على محمد وآل محمد. أما الآن مع الكلمة العطرة ومع سماحة السيد علي الموسوي، يتفضل مشكوراً مصحوباً بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق حبيب إله العالمين وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا الرسول الأعظم أبا القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وقائدنا ومنقذنا وشفيعنا وأميرنا الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وعلى سيدة النساء من الأولين والآخرين الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليها السلام. والصلاة والسلام على الأئمة المعصومين الحسن والحسين والأئمة من ذرية الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نبارك لإمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف هذه الذكرى العظيمة، وللأمة الإسلامية جمعاء، للمؤمنين وللحضور الكرام، فكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. قال الله تعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. سؤال كما يقولون أطرح نفسه: هل أن رسالة السماء تتوقف عندما الأنبياء الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يرحلون من هذه الدار؟ هل أن ختم النبوة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى انقطاع السماء عن الأرض؟ هل يا ترى يحق للأنبياء أن يأتون بأوصياء لهم وأن يختارون أوصياء؟ هل يا ترى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قبل النبي كان عندهم أوصياء؟ هل اختاروا أحداً بعدهم؟ وهناك أسئلة كثيرة تحتاج إلى أجوبة.
القرآن صريح، القرآن مبين، القرآن بين أيدينا. هناك اصطلاحات عديدة القرآن يذكرها، اصطلاح الخليفة واصطلاح الولي واصطلاح أو ذكر الإمام. عندما نقول خليفة يعني خليفة الله، أي الخليفة الذي يختاره الله جل وعلا. إني جاعلك للناس خليفة وجعلناهم خلفاء. عندما الله تبارك وتعالى يذكر الولي، إنما وليكم الله، وهكذا الإمام. إذن هذه اصطلاحات قرآنية موجودة لا بد من التركيز عليها. هل يا ترى لا يحق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينصب خليفة على أمته، ويحق لباقي الأنبياء والرسل أن ينصبوا؟ هناك آيات كريمة تبين لنا أن موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام قد أوصى واختار أخاه هارون وصيا له. وهذه وصاية هارون، مع أن هناك الكثير من الناس قد خالفوا تلك الوصايا منذ بدء الخلق لوصية أبو البشر آدم صلوات الله وسلامه عليه. كان وصيه ولده، إلا صار النزاع بينه وبين أخيه فقتله، قتل وصي النبي. وصار الخلاف في وصية موسى، فارقهم 40 ليلة، وعندما رجع ماذا؟ بعد أن رأوا تلك المعاجز من العصا، وفلق الله لهم البحر، ورأوا تلك المعاجز العجيبة والقريبة من نبي الله موسى بعدما خلصهم الله سبحانه وتعالى وأنجاهم من فرعون وعمله، إذ به يراهم يعبدون العج. هذا تخلف عن أمر الله وعن أمر رسوله. إذن هناك من وافق وصية هارون، وهناك من خالف، وعادة اللي خالف أكثر. الله سبحانه وتعالى عندما طلب منه موسى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي. موسى يطلب من الله أن يكون هارون وصيا له، الله تبارك وتعالى أعطاه سؤله وجعل هارون خليفة موسى، بل خليفة الله على عباده وعلى أرضه. وهكذا عندما نأتي إلى المسيح على نبينا وآله وعليه صلوات الله وسلامه، إذن كيف لا يحق لأشرف الخلق صلى الله عليه وآله وسلم أن يترك هذه الأمة من غير راع، من غير وصي، من غير إمام؟ أيعقل هذا؟ وسنته الشريفة تبلغنا أن هناك من الأحكام البسيطة رسول الله يذكرها بما فيها أحكام الخلاء أجلكم الله، أحكام المرافق. هناك 10 أحكام أو أكثر، رسول الله هذا الأمر البسيط يذكره للناس
ويعجز أن يوصي لهم بخليفة من بعده ويدع الأمر لهم؟ هل هم أشفق على دين الله من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهل الأمر له؟ هل كان الأمر لرسول الله أن يدع الأمر للناس هم يختارون من يختارون؟ أهل الدين ألعوبة أم هناك رسالة سماوية؟ هذه الآية صريحة التي قرأتها على مسامعكم فيها تهديد صريح للنبي. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ. يجي واحد من المفسرين يريد يهرب من الحقيقة، يقول يعني يا رسول الله بلغ الدين، شنو رسول الله 23 سنة ما بلغ الدين؟ نتحدى أن يأتي أحدهم ويقول، لأن اتفاق جميع فقهاء المسلمين أن هذه السورة سورة المائدة وهذه الآيات هي السورة الأخيرة والآيات الأخيرة التي نزلت على رسول الله، نتحدى أهل نزل قوله بأمره أن المسلمون ليصلوا لم يبلغ الصلاة رسول الله حتى يبلغ الدين؟ أهل بلغ بالصيام بعد نزول هذه الآية؟ أهل بلغ للحج؟ أهل بلغ لأمر آخر؟ أم هناك رسالة مهمة تتعلق أو يتعلق بها فروع الدين؟ لولا تبليغ تلك الرسالة ليس معنى للصلاة، ولا معنى هناك للصيام، ولا معنى هناك للحج، إلا بإثبات وتبليغ هذه الرسالة من منطلق القرآن، يا أيها الرسول بلغ، وإن لم تفعل فما بلغت. شنو هذا الأمر المهم؟ إذا ما بلغت يا رسول الله أسحب من عندك ملف الرسالة، أي لا تستحق ملف الرسالة، أي لست برسول إن لم تبلغها. يأتي واحد ثاني يقول نزلت الآية في قضية زينب بن جحش، والله عجيب. يأتي واحد ثاني يقول نزلت الآية في قرية ما، أوقف رسول الله الحجاج في حر الهجير في قدير خم 120,000 بين مفرق طرق لكي يبلغ الناس عن قرية، هذا الأمر يستحق أن الله يسحب الرسالة من رسوله؟ هذا الأمر أو تلك القرية بما فيها تستحق أن يهدد الرسول بهذا الأمر؟ لا، كلا، وإنما هناك أمر واضح قد أنكروه بعض من المسلمين يا للأسف. الآية التي نحن فيها تبين هذا الأمر، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت. بلغ ما أنزل إليك الآن، وليس بلغ ما أنزل إليك في الماضي. إن لم تبلغ هذا الأمر ما بلغت راح سدى، هذا معناته. إن لم تبلغ هذا الأمر ما بلغت هباء منثورا. بتبليغ هذا الأمر يكتمل تبليغك ورسالتك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك. إذن هناك من يخالف، هذا معناته، هناك من يخالف تبليغ هذه الرسالة. الله تبارك وتعالى يعطي دافعا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ويعطيه قوة، يعصمك، يقويك، ينصرك،
على من يخالفك. انظروا للمسلمين الذين ذكروا يوم القدير، وإلى هذا اليوم الكثير من الناس يا للأسف من غير علم، من غير أن يفتش. يا أخي أنت مسلم وواجب عليك أن تبحث، وواجب عليك أن تطالع التاريخ، وواجب عليك أن ترى الحقيقة أين. لا تسمع من هذا وذاك، لا، أنت بنفسك روح طالع التاريخ، شوف شنو هذه القضية التي فرقت المسلمين. فرقتهم أم لم تفرقهم؟ قضية القدير، قضية القدير فرقت المسلمين، لأنهم كذبوها، لأنهم جعلوها خلف أظهرهم. حديث القدير أخرجوه عدة من علماء إخواننا أهل السنة وحفاظهم، من جملتهم ابن حجر العسقلاني في الإصابة، والقندوزي في ينابيع المودة، والمقريزي في خططه، والإمام أحمد في مسنده، والبيهقي في كتابه الاعتقاد على مذهب السلف وأهل الجماعة، هذه أسانيد، والسيوطي في جامع الصغير، وتاريخ الخلفاء، والمحب الطبري في الرياض النظرة، وابن خلكان في وفيات الأعيان، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، أنا قريب 16 مصدر كاتبهم وهناك أكثر من ذلك، وابن قتيبة في الإمامة والسياسة، وابن تيمية في كتابه حقوق آل البيت والعقيدة الواسطية، والمسعود في مروج الذهب، والبلاذري في أنساب الأشراف، وابن كثير في تفسير القرآن، وابن حجر الهيثمي في صواعقه المحرقة، وغير هؤلاء. هناك الكثير، والكثير ممن قرّ وصحح كما يقول ابن حجر: إن حديث القدير صحيح لا مرية فيه. أنتم تعرفون من عنوان كتابه الصواعق المحرقة هذا الرجل أنه يكفر أتباع أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام، إلا أن الحقيقة نطق بها، يقول حديث القدير صحيح لا مرية فيه. ويقول أيضا ابن تيمية مع شدة معارضته طبعا للشيعة، يقول: ثبت في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقدير يدعى خم بين مكة والمدينة، والرواية طويلة، حتى يقول: رفع يد علي بن أبي طالب وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وفي المستدرك على الصحيحين أيضا للحاكم هناك رواية طويلة بعدما رجع رسول الله من حجة الوداع. وهكذا الشهرستاني في الملل والنحل، وهناك بالنسبة للصبط بن الجوزي، وفي ذخائر العقبة، وفي كنز العمال، وفي جامع الأحكام، وما أدراني كم لازم أن أذكر هؤلاء العلماء من غير مدرسة أهل البيت، ذكروا أن قضية قدير خم هي حقيقية بالحقيقة، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنص من الله، بنص من القرآن، بأمر من الله، أعطى الولاية لعلي بن أبي طالب في ذلك اليوم. وأنزل الله العذاب من أنكر ذلك الأمر في الحين، سأل سائل وهو
الحارث ابن النعمان الفهري. نعم، لما بلقه قول النبي، اسمع الرواية بالنص، أقراها إليك حتى لا أزيد كلمة ولا أنقص كلمة. عندما نزل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما بلقه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في علي عليه السلام وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، ركب ناقته فجاء حتى أناخ رحلته بالأبطع، ثم قال: يا محمد، اللهم صل على محمد. هذا الحارث ابن النعمان، خلي فكرك عندي، قال: يا محمد، أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقبلناه منك، إلى قوله: ثم لم ترضى بهذا حتى فضلت ابن عمك علينا. يتصور أن رسول الله، لأن علي بن أبي طالب ابن عمه يريد أن يجعله خليفة، من كيف الشغل؟ ثم لم ترضى بهذا حتى فضلت ابن عمك علينا، أفهذا الشيء منك أم من الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله الذي لا إله إلا هو، ما هو إلا من الله. فولى الحارث وهو يقول، يعني مش زعلان، ما قبل قسم النبي لا إله إلا الله. هذا شلون تعد من المسلمين إذا ما يقبل كلام رسول الله، إذا ما يصدق كلام النبي، لا قسم النبي، يقول لا والله هو من الله. ترك النبي وهو يقول: اللهم إن كان ما يقول محمدا حقا فأمطر علينا حجارة من السماء وأتنا بعذاب أليم. فوالله، الراوي يقول، فوالله ما وصل إلى ناقته حتى رماه الله بحجر فوقع على دماغه فخرج من دبره فقتله إلى جهنم وبئس المصير. ونزلت الآية بالحين على النبي: سأل سائل بعذاب واقع. القضية مو قضية ابن عام، القضية مو قضية رحم، الاختيار اختيار الله سبحانه وتعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. لا أطيل عليكم أحبتي، وإنما الحديث في قضية القدير طويل، ولا بد أن تهتم أنت بالمطالعة، لأن أي واحد من عندكم الآن يمثل لولاية علي بن أبي طالب دورة، لعلك تسأل في قبرك: أيها المؤمن بولاية علي بن أبي طالب، ماذا صنعت لولاية أهل البيت في الدنيا؟ وإن سألك أحد: يا ترى ما هي حجتك أنت الشيعي أن علي بن أبي طالب هو الخليفة الأول؟ إحنا نقول لا، مو علي بن أبي طالب، الخليفة الرابع. شنو عندك من حجة؟ أنت كشباب مؤمن لا بد لك أن تطلع. إذا تقول ما أدري، يقول لك شكو تابع علي بن أبي طالب إذا ما تدري. شلون تقدر تسلح؟ لا بد لك أن تتسلح بالعلم، لا بد لك أن تتسلح بنور العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت، وأن لا يفرق بيننا وبين ساداتنا محمد وآله طرفة عين أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأن يرزقنا في القريب العاجل زيارة النبي وآله بما فيهم إمامنا وحبيب قلوبنا علي بن أبي طالب، وفي الآخرة شفاعتهم، وفي الجنة رفقتهم وجوارهم. أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
والسلام عليكم جميعا ورحمة الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. أذكر إخواني المؤمنين من أعمال يوم الغدير دعاء الندبة والصيام والصدقة وإدخال السرور على المؤمنين وإطعام المؤمنين، فقد ورد في ذلك روايات عديدة من فضل ذلك الأمر والعمل. تقبل الله أعمالكم، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. والشكر الجزيل لسماحة السيد على هذه الكلمة العطرة، ونرفع هذه الصلوات عالية هدية لسماحة السيد. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثانية، غفر الله لكم. إذا مو تعبانين الثالثة بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مع مسك الختام، مع الرادود الحسيني ومع الأهازيج العلوية وإنشاد في هذا العيد المبارك، مع الرادود مجتبى الغزالي، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. أسعد الله أيامنا وأيامكم بهذه المناسبة العطرة العظيمة على قلوبنا جميعا، عيد الله الأكبر. نسأل من الله بحق مولانا أمير المؤمنين أن يقضي حوائجنا وحوائجكم، وأهم حاجاتنا هي أن يثبتنا على ولاية أمير المؤمنين، ويجعل عواقب أمورنا خيرا، وأن يعجل في فرج المولى صاحب العصر والزمان ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. ما أطل عليكم إن شاء الله 10 دقائق، بس أريد منك جواب. خادمكم وممنون يا حبيب قلبي. سمعوني صلوات علوية، حيدري بأعلى أصواتكم. اللهم صل على الله. الله يحفظكم إن شاء الله. الله حبيب. علي أنا من اسمك تعتب الواد، علي أنا من اسمك تعتب الوادي، علي أنا نقدس وإحنا على القمة. شنو؟ علي أنا نقلهم منه أعلى من نقلهم منه أعلى من علينا وياي اسمع، علينا عالي من رب البرية، علينا عالي من سمعني صوتك، علينا عالي من رب البرية، علي عالي من ولا مال ولا مال، علي المادة النقلهام سمعني صوتك كل من خجلان، ولا مال علي المادة النقلهام، ولا مال وابد ما خيب الظن، ولا مال بنينك لا تظن تنفع، ولا مال ويا يرفع ايدك، اذا عافك علي بيوم المنية، اذا عافك علي عمي، إذا عافك علي بيوم المنية، إذا عافك علي علي يا علي. يقول كرار 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 اسمه الكسر الأصنام، كرار علي بالحرب موش فرار، كرار
كم مرة للمختار كرار كرار شنو قال له علي بعدك ولي بلغ البرية علي بعدك ولي جوابك علي بعدك ولي بلغ البرية علي بعدك ولي جزاك الله خير الجزاء فدوى أروح لك اسمع شنو جوابك يا علي يا علي أنت أميري مو تعبان إن شاء الله يا علي يا علي أنت أميري بايعك بايعك قلبي وضميري تريد تجدد البيعة والولاء لمولاك أمير المؤمنين لا 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 فدوى أروح لك يلا سمعني صوتك قول يا علي يا علي للنجف يا علي إيدك فوق لا تنزلها يا علي يا علي أنت أميري بايعك بايعك قلبي وضميري يلا يا علي يا علي أنت أميري بايعك 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 قلبي وضميري أنا أسكت أنت تحشي يا علي يا علي أنت أميري بايع بايع بايعك بايعك قلبي وضميري مولاي انت يا ابو حسين حسن الخاتمه علي علي انت يا ابو حسين حسن الخاتمه علي علي اي وانت نور العين تجري بالدمه اي واللي ما يرضى يروح الحاطمه هناك ما يلقى محب من شيعته هناك ما يلقى محب من شيعته يا علي يا انت امير بايعك 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 قلبي وضل سهل سهل جوابك يا علي انت امير بايعك 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 علي علي أريدها عالية مولاي يا ملك كل الأعاجم والعرب أعلى يا ملك كل الأعاجم والعرب إيه أنت مني الروح مالكها بعجب إيه وحبك بوسط الشرايين انكتب علي علي والقلب يفخر لأنك نبضته والقلب يفخر لأنك نبضته يا علي يا علي أنت أمي بايعك 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 قلبي وضل ما أسمع صوتك ليش يا علي أنت بس الحجي بايعك بايعك قلبي وضمي مولاي نصبك مولاك على العالم ملك نصبك مولاك على العالم ملك أعلى نصبك مولاك على العالم ملك إيه واللي ما والاك يا حدر هلك أعلى أريدا واللي ما والاك يا حدر هلك اي وفاز يا ابو حسين ذاك اللي سلك اي دربك وصرت بفخر كل عزوته دربك وصرت بفخر كل عزوته يا علي يا علي انت امي بايعك 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 قلبي وضل صيح يا علي يا علي ما شاء الله مقضية حواشكم إن شاء الله عدك على جاوبني علي علي لو لا قول يا علي ذكر عليين عبادة قول يا علي يوم تنصبك صبح يوم الفرح يوم تنصبك صبح يوم الفرح وكل قلب لجلك يا أبو حسين انشرح ايو بلبل الدعوة بعذب صوت صدح هذا حامل جار حضر بيعته هذا حامل جار حضر صيح يا علي يا علي يا ما شاء الله انت
بايعك 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 قلبي وضمي يا علي يا علي يا علي انت امي بايعك 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 قلبي وضمي اخر بيت اريد منك جواب يلا اي تنادي كل الشيعة اطيار السعد علي عدكم ويا المرتضى حدر وعد اي وقوموا هذا الهادي في خم مستعد اي يريد تنصيب امير الشيعته يريد تنصيب امير الشيعته يا علي يا علي انت امي بايعك 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 قلبي وضمي يا علي يا علي انت اميري بايعك بايعك اسمع اسمع فدوى اروح لك يقول عيد الله الكبير ويا هلا بهالعيد فكره كمل ولا فكره كمل ولا بلا كلام فدوى اروح لك هلا حسين واسالكم الدعاء بلا كلام اقطع الحكي اقطع الحكي اريد فكره كمي اسمع عيد الله الكبير ويا هلا بهالعيد تنصيب الوصي حامل حمية الحيد اجينا نبايع وخلينا ايد بشنو بايد اجينا نبايع وخلينا ايد ها عمي ها ها ابويا ها والحيدر نعلن بيعتنا والحيدر نعلن هلا والحيدر نعلن اي والحيدر نعلن بيعتنا والحيدر نعلن عمي علي من العلا منصوب علي بالايه منصب علي من العلي منصوب علي بالايه منصب علي بس تنكر الحساد معاك الناصبي أجرب عمي لون ما يعجب الكرار اسمع لون ما يعجب الكرار يروح من البحر يشرب لون ما يعجب الكرار يروح من البحر ها عمي ها يروينا هلا يروينا اي واحنا الكرار يروينا واحنا الكرار هلا واحنا الكرار اي واحنا الكرار يروينا واحنا الكرار هالمقطوعة وسلكم الدعاء فدوى اروح لكم لاصحاب الحوائج ولي اللي عنده حاجة هالليلة فدوى اروح لك اريد منك جواب وياي دير وجهك للنجف مين تبتلي قول علي يا علي دير وجهك للنجف مين تبتلي وقل له غيرك تدري ما عندي ولي علي يا علي وياي اي وقل له غيرك تدري ما عندي ولي علي يا علي تاخذي مرادك وينطيك الجواب من تصلي على النبي وتذكر علي قول علي يا علي هذا ما لدي معذرة على طال هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلوا على محمد وآل محمد ثلاثا بأعلى أصواتكم إن المحبة للوصي فريضة أعني أمير المؤمنين علي أمير المؤمنين